الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الباحث عن دعم عسكري لبلاده يبدو أنه لم يجد ما يرضيه في سنغافورة. زيلينسكي المشارك في المنتدى الأمني الإقليمي حوار شانغريلا بدأ متفائلا قبل وصوله سنغافورة بساعات حين سمح الرئيس الأمريكي جو بايدن لكييف بشروط استخدام أسلحة أمريكية ضد أهداف في العمق الروسي، لكن يبدو أن الرياح تجري بما لا يشتهي زيلينسكي، فالرجل خاب أمله من قمة السلام في أوكرانيا حتى قبل انعقادها والمقرر في سويسرا يونيو الجاري. خيبة أمل تقف الصين وراءها، حتى أن الرئيس الأوكراني الذي يسعى لجمع الدعم الدولي من أي جهة شن هجوماً على بكين. فالرئيس الأوكراني اتهم الصين من سنغافورة أنها تعمل جاهدة على منع دول من حضور قمة سلام انتقدتها بكين علانية بسبب عدم دعوة روسيا. لكن ليس هذا فحسب ما يزعج زيلينسكي، فالأخير أعرب أيضا عن خيبة أمله لأن قادة بعض الدول لن يشاركوا في قمة السلام في أوكرانيا المقبلة في سويسرا في يوليو الجاري، ومن بين هذه الدول الصين التي قالت إن رئيسها شي جين بينغ لن يشارك في القمة ما لم تدعو روسيا أو تدعى روسيا إليها. زيلينسكي يرى أن الصين أداة في يد فلاديمير بوتين، اتهم روسيا باستخدام النفوذ الصيني والدبلوماسيين الصينيين لفعل كل شيء لعرقلة قمة السلام. نستمع لما قاله زيلينسكي. تعطيل قمة السلام واتخاذ خطوات لتقليل مستوى حضور زعماء الدول والضغط عليهم، هذا بالتأكيد لا يقرب السلام. إنه أمر غريب ومؤلم بالنسبة لنا أن روسيا وباستخدام نفوذ الصين تفعل كل شيء لعرقلة قمة السلام. لسوء الحظ فإن دولة كبيرة ومستقلة وقوية مثل الصين هي أداة في يد بوتين.